نحن كقوات سوريا الديمقراطية وبجسم واحد كمؤسسة عسكرية نمثل كافة الطوائف والشرائح الموجودة في المنطقة، في تل أبيض وريف تل أبيض، في الرقة وريف الرقة وريفها، كل أبناء العشائر منخرطة في ضمن قوات سوريا الديمقراطية، ونحن من ضمن هذه القوات نتعهد بأن لا نتدخل بأي أمور خاصة بالمشاكل العشائرية، ونتلقى الأوامر والتعليمات من ضمن مؤسسة عسكرية نتقيد بها، ونحن كقوات عسكرية سوريين جاهزون للدفاع عن الشعب السوري كامل.